حيث افتتحت دائرة صحة الأنبار صالتين متخصصتين للعمليات الجراحية المتخصصة بالجملة العصبية والعيون في مستشفى الفلوجة التعليمي، وبحضور عدد من الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في هذا المستشفى. مراسلنا حضر حفل الافتتاح ووفانا بهذا التقرير، نتابع. بعد إعادة تأهيل مستشفى الفلوجة، تم إعادة تأهيل ثلاث صالات عمليات في البناية الثانية للمستشفى. خلال تزايد عدد المراجعين على مستشفانا والزيادة الملحة للعمليات الجراحية ولضيق المكان وعدم إمكانية إجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب محدودية صالات العمليات، قمنا والحمد لله وبدعم من دائرة صحة الأنبار ووزارة الصحة وبجهود استثنائية بإعادة تأهيل صالتين عمليات. وكانت في الحقيقة في البداية مهمة شبه مستحيلة لصعوبة إعادة تأهيلها من الناحية الطبية والفنية، لكن الحمد لله مع مرور الوقت وبتضافر الجهود تم تجاوز العقبات الرئيسية التي كانت في طريقنا وتم إعادة تأهيل هذين الأصالتين. استطعنا إعادة جزء كبير من هذا المستشفى للحياة لتقديم الخدمات الطبية ومنها صالات العمليات. حقيقة تم تأهيل قبل هذا الوقت ثلاث صالات عمليات وهي تعمل خلال الفترة الماضية وتقدم خدماتها لكل المواطنين في مدينة الفلوجة، لكن حقيقة خلال الزخم الحاصل وعودة الاستقرار إلى هذه المدينة وعودة أكثر من 90% من أبناء هذه المدينة والذين كانوا نزحوا خلال الفترة الماضية خلال الاحتلال البغيض للعناصر الإرهابية، وجدنا هناك حاجة ملحة لتوسعة هذه الصالات العمليات، فتم تأهيل صالتي عمليات خلال الفترة الماضية. هذه حقيقة صالات سوف تكون من الصالات المتخصصة لجراحة العيون وكذلك جراحة الجملة العصبية، وستقدم خدماتها لمواطني مدينة الفلوجة إن شاء الله.